أنا سابقا أن الحياء فرع من فروع العفة، لكن بالنسبة لنا سابقا كان نفس الشيء، فهل يمكن أن توضح لنا الفرق أو الاختلاف بالتدقيق بينهما؟ جيد بنيتي هاجر، انظري عندما نتعامل نتحدث عن الأخلاق، الأخلاق متقاربة فيما بينها أو إحداهما تكمل الأخرى. أنا في تعريفي للعفة أو للخصال التي ذكرها العلماء قلت أن الحياء هو فرع من فروع العفة. صحيح، الحياء فرع من فروع العفة. الذي يظهر عندنا نحن أننا لا نفرق بينهما، نقول العفة هي الحياء، الحياء هو العفة، لكن الظاهر هو شيء والمعنى هو شيء آخر، يبدوان للإنسان أنهما واحد، لكن فرق، ثمة فرق جوهري بينهما. يا ترى ما هو؟ سأجيبك يا هاجر، أنه الحياء هو ضابط للعفة، الحياء هو ضابط للعفة وشدتها. ما معنى ذلك؟ صحيح هو فرع من فروع العفة، لكن هو الذي يعمل على ضبط مستوى العفة لدى الفرد. بمعنى كلما زاد الحياء اشتدت العفة، كلما نقص الحياء نقصت معه العفة، وبالتالي هو الذي يضبط نفسية الفرد على أن يبقى متمسكا بعفته هذه. لذلك نرى أنهما يتفرعان أو يتفرع الحياء من العفة، لكن في فحوح أنه ضابط لشدة العفة. إذا نقص الحياء انظرها في مجتمعتنا، أحيانا عندما تجدين بنتا مثلا ونحن نتحدث عن الفتيات، فتاة غير حية، هل تجدينها عفيفة 100%؟ قد تبتذل، قد تكون ترمي بنفسها في منعرجات الطرق. لكن إذا وجدت إنسانة حية، ترين في وجهها سمات الحياء، ستحكمين عليها أنها عفيفة، لأن هذا الحياء هو الذي يضبط لنا مسألة التمسك بالعفة والأمر المعاكس لها بأننا لن نتمسك بها، وبالتالي سنكون في المعاصي ونقوم بالآثام. شكرا لك على هذه الالتفاتة الطيبة.